يلا حية، اليوم حنا في مكان ما في مثله أبد، وادي ذيبة. طبعاً ما يحتاج أقول لك ليش قررت أكشت في وادي ذيبة، لكن اللي بقول لك إياه وين تقدر تغير جو، وبعلمك الأماكن اللي رحت لها. يلا تجهز، نبدأ رحلة ما تنسى. عاد نص المتعة في وادي ذيبة ما تكتمل إلا بالسقف البانورامي في هايلاندر. تذكر حركة اليد؟ أصبر أصبر، كلام كبير يبيلها نظارة. بلادنا غنية بالأماكن اللي تزيدك حياة، بلادنا جميلة بتنوعها، تضاريسها بهلها بكل ما فيها. ومن الأماكن هذه السودة في أبها اللي حنا فيها تنقلك العالم ثاني. وطبعاً جهزنا لك دليل بيساعدك عشان تختار المكان اللي يحبه قلبك، ومنها اصبر شوي خلني أوريك. والحين دامك وصلت الوجهة وشلون تختار مكان مناسب تكشت فيه، يعني عشان ما تجيب العيد، هذا المكان الزين وظلال وما فيه أعشاب أرضية قريبة من الجلسة وفيه إرسال جوال. تعرف ما أقدر أفوت المباراة. وطبعاً لا تنسى معدات المكشات اللي تحتاجها، موية شرب كافية، خيمة تضيف ربعك فيها، معدات الطبخ، كشاف عمود إذا قبل الليل، وخويك الفلاوي، ولا لو كان مثل حمد لا تجيبه. وبعد لازم تكون سيارتك قوية مثل الفجاي، ما نبيك تتوهق قدام الله خلقه. وأهم شيء شاركنا تعليقاتك في الردود عن تجربتك مع سيارات تويوتا فيلبر، نبي نكشخ بمواترنا. يلا أبي أستاذنكم الحين. وشلون تتركب هذه؟ إيه صح، لا تجيب شيء ما تعرف تركبه.